ليه ما عندناش كرتون في مصر بقالنا فترة كبيرة؟ عشان يعني مش عارفة، حاسة احنا بقينا نقلد كتير قوي، ولا الثانية فيه غالية من الثواني؟ طبعا هو على في تكنيكس كمان، اللي هي مثلا التراديشنال اللي هو بيترسم 24 رسمة، ده طبعا تكلفته بتكون عالية. موجود في الدعاية الإعلان الفترة الأخيرة دي، بس فعلا قليل لأنه هو بيكون تكلفته عالية. يعني كان آخرنا بكره وقفنا ده حقيقي.